منطلق هذا ومن منطلق هذا ومن منطلق الحفاظ على هذه المكتسبات قالت على نفسها لجنة الحريات بأنها تقوم بمناقشة كل القوانين التي تصدر من رئاسة الجمهورية والتي اختصت في هذه الفترة بإصدار القوانين في غيبة مجلس النواب أو إلى حين انتخاب مجلس النواب. وبالتالي آلينا على نفسنا في نقابة المحامين وفي القلب منها لجنة الحريات أن تناقش وتراجع كل القوانين التي تكون بصدد أخذها لصالح هذا الشعب. لازم عشان تتعمل لازم تبقى دستورية 100%. احنا مش ممكن نضحي بالاستحقاق التاني في خلطه الطريق يتم العبث بيه. انا بقول لكم دلوقتي في عبث. العبث ده معرفش مين اللي عمله، معرفش مصلحه مين. يا جماعه احنا عندنا مهمه قويه، عندنا رئيس جمهوريه قوي بيحب البلد وعمال عشان يقومها لازم نساعده، لازم نبقى في كتفه وفي ظهره، عندنا قوات مسلحه ما بتنامش. ليه احنا عمالين بنعمل معوقات عشان البلد ما تقومش؟ ليه؟ من فضلكم احنا بنقول فقهاء الدستوريين في مصر ده واجبكم الوطني. ادرسوا القوانين وتعالوا، احنا بنقول لكم اهو تعالوا نقابه المحامين مفتوحه، طلعوا مشروع جديد وتعالوا نتناقش فيه وطلعوا مشروع القوانين الانتخابات واحنا معاكم. رئيس الجمهوريه القنوات بتاعته مفتوحه والوصول اليه ما هو صعب.